مشاهدينا. وكما قلت قبل قليل الاستعدادات محمومة لمواجهة العاصفة الثلجية هدى وممكن البيوت تعبت بالطعام ولوازم التدفئة على صعيد اخر حابين يكون في نوع من الاستعداد الثقافي او الاستعداد الوقائي او الاستعداد بالوعي لكيفية التعامل في هذه الأيام بحيث نحمي أنفسنا ونحمي أحبابنا من الإصابة بأمراض الشتاء الحديث حول هذا الموضوع بصرنا يكون معنا في الاستوديو ضيفنا الدكتور خميس خطاب استشاري الأمراض الصدرية أهلا وسهلا فيك دكتور حياك الله. الله ويعني بداية <applause> كل عام وانتم بخير مع هاي الأيام <applause> بتوقع أنتم رح زيد الطلب عليكم هاي الفترة يعني بسبب الناس بشكل عام فتره الشتاء يعني البارده بيصير في اصابه بنزلات صدريه مختلفه فحابين تعطينا هيك فكره بدايه يعني بدايه عن ارتباط الامراض التنفسيه والامراض الصدريه بهذه الفتره بفتره الشتاء البارد يعني ما العلاقه بينها و تعريف عام بهذه الامراض بابرز الامراض اللي يمكن يصابوا فيها الناس في هذه الفتره بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير اول شيء جميعا هذا كل عام وانتم بخير اول شتاء بدا صلوا صلوا فتره مش بهذه الموجه القادمه يعني هذا الامر وفصل الشتاء ما يسمى ب فصل الالتهابات التهابات الجهاز التنفسي معظم التهابات الجهاز التنفسي هي التهابات فيروسيه ومعظم الالتهابات تصيب الجهاز التنفسي العلوي الجهاز التنفسي العلوي اللي هو ما يسمى بال بالانف والجيوب الانفيه وطبعا الجهاز التنفسي السفلي القصبات الهوائيه والرئتين تنشط الفيروسات للاسف الشديد في هذا الموسم ف الشتاء هو مرتبط اصلا بالفيروسات والفيروسات عديده ومتعدده يعني طرق انتقالها بالاساس هو هو الاتصال المباشر عن طريق الرذاذ عن طريق السعال الرذاذ المنتقل من المريض الى الشخص السليم اللي لا. يحمل هذه هذه الفيروسات يمكن دكتور انه كون الشتاء كمان البيوت بتكون مسكره الاجواء بتكون نوعا ما مغلقه فهذا آه بيزيد من انتشارها بالتاكيد <applause> هذا الامر الاتصال المباشر بين المريض وبين بين الاصحاء من من ذوي واللي حوله اذا كان في البيت اذا كان بالعمل اذا كان بطرق المواصلات العامه اذا كان بالمكاتب بقاعات الاجتماعات العامه كلها للاسف الشديد هذه تساعد ما لم يتخذ اجراءات وقائيه لهذا الامر فممكن ساعتها التقليل من هذا من هذا الوضع نعم هو دكتور نتمنى السلامه للجميع نعم. امين يا, يا رب امين هو احنا فقط من باب انه يكون عندنا وعي ويكون عندنا استعداد ووقايه في يعني مرات هيك نوع من الاضطراب في نظر الناس حول اعراض الرشح واعراض الانفلونزا واعراض التهابات الجيوب واعراض الحساسيه يعني احيانا هاي بتفوت ببعضها أوه. خصوصا مثل الامهات لما ابنائهم مثلا يصابوا باعراض بسيطه بتكون الواحده محتاره طب انا اخذ ابني على دكتور هلا ولا استنى عليه بلكي طاب لحاله فممكن تعطينا يعني نبذه عن اهم الاعراض للفيروس واهم أوه. الاعراض للاصابه البكتيريه اهم الاعراض للاصابه بالرشح واهم الاعراض للاصابه بالانفلونزا ومتى بصير تدخل الطبيب ضروري وحاجه للادويه والسلام للجميع لكن الاختلاط قد يختلط الامر على بعض الناس لانه العضو المصاب هو عضو واحد نعم. في منطقه الانف والجيوب الانفيه والاعراض يعني في تشابه بسيط لكن بالتاكيد في اختلاف كبير في بين بعض الامراض اللي تسبب مثل الانفلونزا الانفلونزا مزبوط ممكن تصيب الانف برشح بزكام لكن يصاحب الاعراض اعراض عامه ما يسمى الاعراض العامه اللي هي ارتفاع درجة الحرارة ألم في المفاصل ألم بالجسم عام هبوط عام صداع وعادة بيجي فجأة وبسرعة كبيرة هذا الأمر لا يمكن أن يكون أنه والله أمر موضعي هذا أمر عام ولو أنه الأعراض تظهر في الجهاز التنفسي العلوي بشكل كبير إلا أنه في أعراض أخرى تصيب الجسم معظم معظم الالتهابات في الجهاز التنفسي زي ما حكيت انه بالشتاء في هي فيروسيه نعم. الجزء الاكبر هو فيروسي يعني. الفيروسات عفوا دكتور هي يمكن انتشارها سريع يعني بشكل عام بين الناس بس الفيروس يعني انتشاره اكثر الامر اللي انا بدي احكيه انه اذا كان الوضع حصل بهذا الفصل باعراض موضعيه زائد اعراض عامه اعراض الالتهاب الفيروسي الرشح الفيروسي يختلف عن الانفلونزا بانه معظم الاعراض موضعيه واذا كان في حراره بتكون عاده خفيفه. نعم ما, فيه بطعم ما فيه في هبوط عام ما في الم المفاصل، هذا مش موجود بالرشح فقط. وهذا هذه هذه الامور الرئيسيه اللي بتميز الرشح عن الانفلونزا الانفلونزا, الإنفلونزا اشد طبعا. في معظم في جزء من الالتهابات الفيروسيه ايا إن كانت انفلونزا او رشح فيروسي عادة جزء من هؤلاء المرضى يعني بصيبهم مضاعفات اللي هي الالتهابات البكتيرية في الجيوب الانفية بعد اصابتهم بعد اصابتهم بايام عادة يصاب جزء منهم مش الكل، جزء منهم يصاب بالتهابات بكتيرية. إذا اشتدت الأعراض أو استمرت أكثر من الفترة الضرورية اللي مرض الفيروس البسيط الرشح البسيط الفيروسي او الانفلونزا خلال اسبوع هذا يعني انه بالتاكيد او احتماليه حصول مضاعفات عند هذا الشخص بالذات بكتيريه هذه وارده ومن ثم هذه اجراءات طبيه اخرى. نعم، خلينا أصلح اكثر دكتور، هو الفتره يعني ممكن الواحد يصبر فيها وما يتجه للطبيب كم هي؟ خلال اسبوع اذا كان الحاله مستقره بنفس نعم. الاعراض، لكن احيانا قد تحدث التغيرات اسرع من هيك بكثير يعني اه مزبوط عنده حراره عنده هبوط عام عنده صداع اه والله هذا عنده رشح اه والله هذه انفلونزا ماشي لكن اذا كان ثاني يوم مثلا اصيب بسعال شديد ضيق تنفس الم في الصدر اعراض اخرى انضمت لهذا الامر فهذا يجب هون يجب مراجعه الطبيب مباشره لانه الالتهابات الفيروسيه ايا كانت ونحن احنا شاهدنا يعني بالسنوات الاخيره عده موجات صحيح. من الالتهابات الفيروسيه القاتله يعني نبدا بسارس او انفلونزا الطيور او يعني هذا في هذا الحكي هذا يختلف نعم. شويه صغيره لانه اعراضها ومضاعفاتها سريعه جدا هي الفرق فلذلك حتى الانفلونزا العاديه قد تحدث مضاعفات وتكون الامور آآ آآ سريعه واشد من الانفلونزا العاديه الأمر الثاني يختلف التحمل تحمل الإنفلونزا من شخص إلى آخر، يعني شخص مصاب مثلا بما يسمى داء الرئة الانسدادي، عادة هدول كبار السن فوق الأربعين 40 سنة، كبار السن المقصود فيها يعني البالغين هذا الحكي يعني فوق ما يزعلوش علينا المشاهدين يعني مش مشكلة المسميات آه المهم آه البالغين المدخنين عندهم بوادر داء الرئة الانسدادي اللي هو التهاب القصبات الهوائية الناتجة عن التدخين او السن الاكبر اللي عندهم درجه متقدمه اكثر من داعي الريع الانسدادي هذه الفئه تتاثر اسرع واكثر من الفئات نعم. السليمه نعم اعراض يمكن تكون اشد لانه يصاحبها بالتاكيد ضيق تنفس وسعال وصفير وبلغم و... نعم. يعني هو هذا يختلف معالجته عن المريض المصاب فقط بانفلونزا طريقة عادية نعم الربو القصبي اللي هو حساسية الجهاز التنفسي المرضى صغار أو كبار مصابين بهذا يتاثروا بالانفلونزا بهذا الفصل بشكل اشد نعم. الفئه الحبيبه والغاليه على قلوبنا الصغار الاطفال يعني هذا الحكي قد يتاثر بشكل اكبر المصابين بامراض اخرى غير غير الجهاز التنفسي برضه يتاثر امراض الكلى امراض التليف يكون يمكن في ضعف في الجسم نعم. اصلا وقله ضعف فلذلك قد تكون الاعراض عديده ومتشعبه وهون بالتاكيد يجب تدخل الرعايه الطبيه طبي. لهذا الشخص اسمح لي دكتور هو يعني احنا كنا بنحكي عن برنامج اسري والامهات بالتاكيد بيكونوا معنيين كثير انه احنا كيف نحمي ابنائنا يعني فيكون في سؤال اخلي اولادي مثلا يطلع بالثلج ولا لا هل انا ابني اللي عمره مثلا خمس سنين اسمح له يطلع شوية يتنفس هواء برا ولا لا يعني خلص خصوصا انه البيوت بتكون مدفيه بشكل عام يعني بتكون درجه الحراره فيها فرق بينها فرق كبير بينها وبين الحراره في الخارج ففي بيكون نوع من يعني التباس الامور هل انا ضلوا ابناء في حمايه في يعني ممنوعين من أي من اي تعرض ام انه نخلي الامور طبيعيه قدر الامكان بحيث انه يعني في كمان نوع من الافكار بتدخل انه خلي ابنك تقوى مناعته من هو صغير وما يضل محسس، فاذا في مجال توضيح طبي حول هذه القضيه. وبالتاكيد يعني معرفه الطرق الرئيسيه لانتقال العدوى بامراض الامراض الفيروسيه في الجهاز التنفسي هي هي الخط الدفاع الرئيسي في الحمايه من هذا من هذه الامراض. آه، الانتقال المباشر من المريض من المصاب الى الى السليم وعن طريق الرذاذ زي ما حكينا تنفس يعني تنفس تنفس مجرد وجوده في مكان مجرد واحد. انه والله وجوده في مكان آه قريب وعاده يعني المسافه يجب ان تكون اقل من مترين ثلاثه يعني وهذه معظم معظم العائلات اكيد بكون الاختلاط اقل من مترين ثلاثه صحيح مثلا نسبة, آه، نسبه العدوى م. تزداد في مثل هيك ظروف الانتقال بين بين يعني مكانين بدرجات حراره مختلفه كان يفسر انه هذا السبب الرئيسي هو لل للاصابه بهذا الامر أنا في بعض التوجهات انه يعني مش بس هذا لكن هذا عامل من العوامل اللي ممكن يساعد العامل الرئيسي هو وجود مصاب بهذا بهذا الامر يعني. التهويه الجيده احدى العوامل الرئيسيه في الوقايه اصلا طبعا يعني انت بتطالب ستات البيوت مثلا كل فتره وفتره حتى بالاجواء البارده يفتح بالأجواء الشبابيك حتى بالاجواء البارده واجواء التلج يجب ان يكون هناك تهويه وخاصه اذا كان هناك مصاب وحتى لو ما كانش في مصاب يجب التهويه لانه آه الهواء بضله معلق هذا الفيروس بالهواء وممكن انه والله اصابه اي شخص اخر بهذا بهذا الوضع فلذلك التهويه الجيده من الامور الرئيسيه آه يلعب بالتلج هذا قد يكون تغير درجات الحراره الفجائيه مهيج للاطفال المصابين بحساسيه الجهاز التنفسي نعم. هذا بياثر فيهم الهم تحديدا يعني اه الهم تحديدا هذا بياثر يعني أكثر عنده استعداد او نعم. حساسيه او اللي عنده هذا الامر هذا هذا ممكن يتاثر بشكل اكبر آه الاطفال اللي عندهم يعني بشكل مزمن تحسس المهاتهم عاده واهلهم يعني بيعرفوا هذه هذه النقاط فباخذوا حرصهم بحيث انه والله ينتقل بشكل تدريجي. نعم. التواجد لفتره زمنيه طويله مثلا بالبرد وخاصه مع وجود أحنا المصابين بهذا الامر واللعب وال, وال... يعني ابتلال الملابس والايدين والجربين والامور صحيح هذه الجسم كله كل كل فهذا الامر يقلل من مناعه الجسم بشكل او باخر وقد يؤدي الى نعم يعني الاصابه الاصابه نعم. بواحد من هالاشكال اما انفلونزا واما رشح لكن الشيء الرئيسي انه والله لازم يكون في مصاب والمصابين للاسف هم دائما موجودين ويزدادوا في في فصل الشتاء يعني صحيح دكتور هو اللي بيصير كمان مرات انه حتى مراحل اعراض المرض الاوليه ما بتكون مبينه كثير فالواحد ما بيكون انه عارف انه مرشح مثلا آه. نهاية هاي الفتره مثلا الواحد بيكون لسه في بدايه المرض ولسه مو عارف فبرضه خلال هاي الفتره ممكن انه هو يكون ناقل لهي العدوى مثلا ممكن نعم يصيب اللي اذا كان رشح بسيط يعني ممكن تكون الاعراض خفيفه وممكن تختلط على الشخص انه اه والله مرشح ولا مش مرشح مصاب ولا مش مصاب نعم. لكن الحالات الشديده بيعرف تماما انه هذا هو مصاب وخاصه اذا قلنا اذا انفلونزا اذا الامر اكبر من نعم يعني يفضل يكون لحاله مثلا في البيت آه او في غرفه بالتاكيد الجزء الاكبر بكونوا عارفين في هذا انه والله مصابين الامور تحسس يعني في الجهاز التنفسي العلوي او ما يسمى بتحسس الانف والجيوب الانفيه يعني هذا احدى اعراضه انه انه اول شيء تقريبا متكرر دائما او ثابت مزمن اما متكرر بكثير او انه والله ثابت قد يكون فصلي فصل بس عاده الرشح التحسسي في في الشتاء بخير هو مواسمه في مواسم اخري غير الربيع مثلا هذا نعم او الخريف هناك المواسم واحيانا ممكن يكون نوع الاصابه بتحسس الجيوب الانفيه مزمن يعني طول السنه بغض النظر عن الفصول لكن لو حصل اصابه بالفيروس التهاب هذا بتزيد الاعراض بالتاكيد حدتها بتصير اخوه فبصير التنين عنده تحسس وعنده ال... نعم. رشح فيروس في هذا الامر نعم. واحيانا يعني صعب التفريق بيناتهم حتى لجزء كبير من الناس لكن اذا اشتدت الاعراض واذا ظهر اعراض جديده فيجب البحث والتنقيب عن هذا السبب وغالبا بكون التهابات فيروسيه نعم دكتور بهذا السياق كمان يعني احنا بنتكلم عن عوامل وقائيه منها انه ال... اذا كان في حدا مصاب انه قدر الامكان ما يختلط بالباقيين يعني مع انه هو احيانا صعب بيكون لما تكون اسره واحده مثلا بيكون لكن قدر الامكان انه يبتعد او انه ما يكون في مجال احتكاك خصوصا مع الاطفال بتكون يمكن اقل وايضا انه الانتباه في الانتقال مثلا من جو دافئ الى جو بارد هل هناك طرق اخرى ايضا للوقايه بشكل عام حتى لتقويه مناعه الجسم بحيث انه يكون مستعد او يكون عنده مناعه ذاتيه يعني من الاصابه بالامراض هي من اهم العوامل الرئيسيه في هذا المجال مطعوم الانفلونزا اللي احنا يعني بدا من سنوات طويله في الاردن بالمناسبه وبالعالم يبدا قبل الفصل يعني نعم. هذا جزء هام جدا من الوقايه خاصه من امراض الفيروسات الشديده الانفلونزا اللي هو اللي, اللي بيشكل اول شيء شائع كثير الامر الثاني بشكل بين قوسين نوع من انواع الخطوره وخاصه اذا كان في امراض مصاحبه له فجزء كبير من الناس احنا بننصحهم بضروره اخذ مطعوم الانفلونزا بشهر نعم. 10 نعم عاده هذا ميعاده يعني بدايه الخريف ف هذه خطوة جبارة بالمناسبة أعطت نتائج كثير ممتازة عند كثير من الناس وعند كثير من المرضى ك وقايه اذا الوقايه تبدا هي قبل فصل الشتاء بالتاكيد هذا الامر اذا في اغذيه معينه دكتور مثلا او اغذيه معينه مثلا هي الرياضه الرياضه تطلع يعني من من الامور الهامه لتقويه المناعه التغذيه الجيده من الامور نعم. الهامه لتقويه المناعه لكن تقويه المناعه قد تخفف اضرار الاصابه يعني بتيجي الاصابه اخف والجسم ممكن انه يقاوم بشكل احسن واقوى هذه هذه الاسس الامر الثاني عند الاصابه كونه انه الطريق الرئيسي هو الانتقال من المصاب الى الشخص الغير مصاب عن طريق الرذاذ واحيانا عن طريق استعمال ادوات الشخص المصاب هذا الامر فالحد من التواصل بين هدول او وضع حاجز بيناتهم هو هذا الاساس طبعا وضع حاجز هذا مش المقصود في انه والله حط <applause> حيط المقصود في كمامه مثلا على اساس انه والله منع هذا الرذاذ من الانتقال للشخص الاخر مباشره او انه احنا في بلادنا والحمد لله رب العالمين يعني في شماغ عند الرجال يعني صحيح. هذا <applause> هذا بشكل واقي جيد بيؤدي يعني الغرض عندنا الشربات عند الستات والحجاب محلح. هذا الحكي ممكن انه يؤدي الغرض بشكل جيد الكمامه استعمال بسيط وممكن انه تتغير بين الفتره والثانيه وممكن تشكل عامل واقي وحامي ل لهذا الاشخاص احيانا ممكن الكمامه تستعمل للشخص السليم مش للشخص المريض لا, يعني يحمي حاله. يحمي حاله اذا كان خاصه المصاب انسان يعني كبير بالسن او ست كبيره بالسن وغير قادر انه هذا الحكي فالمخالطين هم اللي بيستعملوا تماما زي زي التمريض في, نعم في المستشفى نعم. يعني نعم. مش مش المريض اللي بيلبس والامور هذا التمريض والامور نعم. والاطباء اللي بيخدموا هذا المريض هم اللي بيلبسوا وهذا بشكل مانع بشكل او باخر لهذا نعم. الامر السوائل والراحه من ضمن من ضمن البرنامج العلاجي لا معظم حالات الانفلونزا الشديده والالتهابات الفيروسات الشديده. نعم دكتور اسمح لنا فاصل ثم نعود لاستكمال مشاهدينا فاصل ثم نعود لاستكمال حوارنا مع دكتور خميس خطاب حول الامراض الصدريه وامراض الشتاء خليكم معنا. مشاهدينا وحديثنا اليوم مع دكتورنا الضيفنا دكتور خميس خطاب استشاري الامراض الصدريه حول الامراض التنفسيه وامراض الشتاء تحديدا كيف يكون لدينا وعي كافي بها كيفيه الوقايه منها كيف نتعامل معها نرحب فيك دكتور مره ثانيه ويمكن سؤال هيك بدور في اذهان الكثيرين العلاجات المنزليه سواء شاي البابونج شاي الميرامية شاي الزعتر النعناع بخيرة البابونج وكل هاي الأشياء يعني اللي هي يمكن بتتفاوت بين منطقة لمنطقة لكن في نوع من المعرفة العامة عنها إنها هي كتير مهمة ومفيدة وسواء في الوقاية أو سواء في تلطيف الأعراض فتعطينا يعني راي علمي حول هذا الموضوع، هل هي فعلا مفيده للانسان؟ تحميه من الاصابه او مفيده له في حال اصابته بالامراض التنفسيه وهل يمكن فعلا انها تؤدي دور يعني جيد في شفائه؟ حكينا الهدف الرئيسي من المعالجه الخطوه الرئيسيه في المعالج هي الوقايه اول شيء يعني بالتاكيد بالتاكيد نعم. الوقايه اول شيء من المطعوم والوقايه في تهيئه المنزل والابتعاد وفصل بشكل او باخر المصاب لكن عند الاصابه من الامور المهمه في للمريض هو الراحه والسوائل الراحه والسوائل فلذلك الخبره المنزليه والخبره الاجتماعيه انه والله اه لازم يشرب هذا السوائل اكثر هي فعلا هي حقيقه علميه لانه يفقد الشخص يعني سوائل بكميات كبيره نتيجه ارتفاع درجه الحراره في حاله الانفلونزا انا اقصد وفي حاله سيلان الانف والرشح الشديد فهذه الفئه تفقد سوائل فمن المهم جدا تعويض هذه السوائل هلا اي سوائل يشربها المريض يعني هي كلها صحتين وعافيه تكون صحيه نعم حتى لو كانت مي مثلا برضه هي المهم سوائل لكن انه أه وصول الفكره انه والله علاج هذا بهذا بهذه العشبه هذه هون يجب الفصل ويجب التاكد من هذا العمر. الامر الامر الثاني أه الفيروس معروف انه معظم الفيروسات في الجهاز التنفسي معظمها أه لا تتاثر يعني بالمضادات الحيويه وبالمعالجات التقليديه انه والله لازم ياخذ مضاد او لازم ياخذ ابره او لازم ياخذ كذا فتبقى رقم واحد في البرنامج العلاجي هو الراحه والسوائل ايا كانت السوائل ما لم تتسبب هذه السوائل بمشكلة عند هذا الشخص بالذات يعني بعض الاشخاص وخاصه المصابين بتحسس الجهاز التنفسي يتاثر كثير ب ببعض المشروبات البيتية البيتية زهورات خاصة تهيج الجهاز التنفسي وجزء كبير منهم بيعرف هذا انه والله هذا ممنوع فاذا كان المصاب بالانفلونزا عنده تحسس بالجهاز التنفسي فيمنع عن مثل هيك المشروبات بيتية يعني اسمحي لي انه ممكن نسمي هدول الشبتين الزعتر والزنجبيل من من الاعشاب المفيده للجهاز التنفسي لكن في حاله تحسس فيجب يعني بتهيج في معظم الحالات فيجب, يعني فيجب ان لا يستعمل كعلاج يستعمل لا. كسائل لتعويض السوائل يعني شخص بحب بحب يشرب زعتر ميرميه ينسون زهورات مختلفه شاي ميه صحتين وعافيه يعني المهم انه هو تعويض تعويض السوائل ليست كعلاج لكن كتعويض السوائل وهذا أمر مهم بالنسبة للمصابين وخاصة بالإنفلونزا مع ارتفاع في درجات الحرارة وسيلان شديد في الأنف هدول عاملين مهمين في في المعالجه الراحه والسوائل نعم. الراحه والسوائل في بيكون حتى مثلا انه فيتامين سي آه. والكثير في ناس مثلا انه الحل للرشح او للانفلونزا انه يشرب جات إيه. فيتامين سي او جات ليمون او مثلا في ناس اللبن والثوم يعني هي وصفات مختلفه وفي يعني اتوقع انه بعض المواد هاي بتكون فعلا فيها مواد فاعليه لكن هي لاي مدى ممكن تكون فعلا تشكل عامل وقايه جيد مثلا إيه. هي الوقايه صعب انه نقول انه وقايه إنه والله اذا شرب هذا الحكي بصير ما بصيرش معاه هذا الامر لا بيجي لي الوقايه الطرق الرئيسيه اللي احنا تحدثنا فيها هي نعم. هذا الامر في حال الاصابه طبعا يضعف الجسم يضعف الجسم كثير فلذلك لو اخذ فيتامين سي او اخذ آآ آآ يعني اي سوائل مشروبات بيتيه الهدف منها تعويض السوائل وليس معالجه نعم طب ما يعني ترفع مناعة دكتور كمان يعني الفيتامينات بهذيك اللحظه اصلا يعني الجسم مش انه والله هو مفرغ من الفيتامينات يعني اذا صابه إشي خلاص صار نعم. آه يعني افرغ من الفيتامينات وانه والله لازم نضخ فيه الفيتامينات لكن بشكل او باخر يعني حتى الشيء علميا يعني انه فيتامين سي هو كثير مفيد لل لل لجدران الانسجه الدمويه وهذا الحكي هو قوة الدفاع الرئيسية في في مواجهة مثل هيك أمراض فلذلك قد يلعب بشكل أو بآخر هذا الحكي دور في معالجة الشخص لكن الأمور الرئيسية زي ما حكينا أن الفيروس فيروسات الجهاز التنفسي مش دائما تتأثر ب بالمضادات الحيوية هذا الشيء أو بالمعالجات يعني الدوائية خلينا نقول لكن بالفترة الأخيرة ظهر بعض الأدوية اللي يعني تصيب الفيروس وتقضي عليه بشكل جيد يعني هذا الحكي جزء منها كان موجود عندنا وهو في البلد وكنا نستعمله تستخدم يعني أعطى الفكرة الشائعة ما زال الفيروسات لازم تاخذ مداها وما إلها علاج لا يعني هلا. هلا في جزء من مضادات الفيروسات مش المضادات الحيوية نعم. أحيانا المضادات الحيوية بتلعب دور عكسي وسوء استعمال المضادات الحيويه عند المصاب بفيروسات قد يؤدي الى نتائج عكسيه لكن اذا الشخص المصاب بفيروسات الجهاز التنفسي انفلونزا خاصه نحكي عن الانفلونزا لأن الرشح امر بسيط يعني عاده ما بتطلبش يعني امور كبيره او ما يكونش في امراض مصاحبه زي داء الرئه الانسدادي فالمضادات الحيويه احنا بنستعملها في حاله المضاعفات البكتيريه للالتهابات الفيروسيه لا. اللي اللي تحدثنا فيها سابقا بمثل هيك حالات ويجب ان يكون هون تحت اشراف طبي اما الاستعمال اللامبرر مبرر للمضادات الحيويه لاي حراره لاي رشح لاي صداع لاي هذا يعني قد يؤدي للاسف الشديد الى مشاكل اما مشاكل انيه واما على ظهور جراثيم مقاومه للمضادات الحيوية عند هذا الشخص وساعتها لو أصيب بكثير بكون وبده مضادات حيوية بكون الأمر شوية صغير صغيرة عليه وعلى الأطباء نعم نعم من يعني, يعني بكون تسبب لحاله في مشكلة وهذا لا ننصح فيه هذا نعم دكتور. في قضية تدخين وتدخين السلبي يعني مرات انه هاي النقطه بتصير دائما توترات في البيت تحديدا لما يكون اب مثلا مدخن والام بتكون مصرة عليه انه لا تدخن فهو بيحكي انا بدخن افتح الشبابيك مثلا او بدخن بغرفه ثانيه فتعطينا توضيح حول هاي النقطه الى اي مدى التدخين والتدخين السلبي بين قوسين تحديدا يعني بيكون له دور في زياده القابليه للاصابه بالامراض التنفسيه وقد ممكن يكون يعني تاثيره مضر على المدى البعيد والتدخين السل... التدخين بحد ذاته افه ومرض ويؤثر على جميع اعضاء الجسم بالمطلق يعني هذا الحكي والتدخين السلبي افه ومرض يصيب كل المخالطين بدرجات يعني متفاوته عند يعني هذا الامر هلا لو لو فسرنا شوية صغيرة انه والله مثلا المخالطين البالغين الكبار هذا الحكي ممكن يصابوا بنفس امراض المدخن بنفس امراض استنشاق. المدخن اللي مجرد استنشاق هذا الحكي يعني من داء الرئه اللي حكينا عنه هذا الحكي من اورام خبيثه اورام حتى الاورام الخبيثه في الجهاز التنفسي او حتى في مناطق في اجهزه اخرى غير الجهاز التنفسي الانف والجيوب الانفيه والحلق والمثانه والجلد تماما مثل, أعراض مثل المدخن. الاعراض المدخن قد تكون نسبه اقل قد تكون حتى بنفس النسبة وخاصة داء الرئة يعني بالنسبة أقل لكن الأمراض الأخرى في كثير دراسات يعني إنه بالتأكيد سببها التدخين السلبي. نعم. الست الحامل تتأثر هي وطفلها حتى الطفل يتأثر بهذا الأمر الجنين في نعم. بطن أمه يتأثر بهذا الأمر نعم. الأطفال الصغار يتأثروا يتأثروا بشكل كبير. المرضى المصابين بالتحسس تزداد عندهم النوبات الربويه صغيره أو كبيرة يعني هذا نعم. تزداد تزداد شده النوبات الربويه بس انت دكتور بدي اتاكد من النقطة يعني مثلا م. مجرد انه الطفل دخل على مكان كان فيه مدخن ممكن يعني هذا الشيء يؤذي لانه هاي النقطه آه بالتاكيد آه يكون بالتاكيد لا تعتمد يعني. على تعتمد على فتره التواجد هذا الطفل نعم. يعني في البيت هو كل يوم موجود ما لم يكن الاب مسافر او المدخن يعني خلينا نقول مسافرة مش هيك نعم. فلذلك هذا هذا اتصال مباشر واتصال مستمر هذا الاتصال المستمر بالتاكيد كل الدراسات العلميه اثبتت سلبيته على جميع الفئات المخالطه كبار ستات حوامل اطفال اجنه بحيث انه الاطفال مصابين بربو قصبي مش مصابين بربو قصبي بحيث انه الاطفال الاطفال معرضين باصابه باصابات متكرره التهابات متكرره في الجهاز التنفسي بنسبه اعلى بكثير من الاطفال اللي ما فيهمش اللي ما بتعرضوش لهذا الامر نعم، الاجنه نعم. الولادات المبكره احدى الاسباب الرئيسيه في نعم، هذا متر. الامر نعم بس اللي... يعني احنا تركيزنا نعم، عشان موضوع الاجهزه التنفسيه الولاده المبكره واحده من من مضاعفات هذا الامر اللي... الولادة بحجم أصغر من من المعدل الطبيعي نعم. نعم هي احتمالية يعني بلد إصابة بلد هذا تدخين. الجنين فيما بعد بتحسس الجهاز التنفسي برضه برضو هذه بنسبة عالية حضرتك تفضلت وقلت إنه والله أنا يعني إذا بفتح الباب أو بتنف أو بدخن بجنب الشباك قد تقلل بشكل أو بآخر لكن لا تمنع لا تمنع, لا تمنع, لا 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 تمنع لا هذا هي نقطة يعني, يعني هذه آفة ت... كبيرة وإحنا بنقول يعني اللي في البيت عاده هم الاحباب صحيح شيك. صحيح فعلى المدخن انه يعني هو يدير باله على احبابه نعم. لانه هذا الامر هو اللي في البيت احبابه ايا كان يعني وهم مقربين نعم. منه هي آه. إيه نقطه مرات يعني بتكون مثال خلاف انه بحكي طالما انا فاتح الشباك او كذا فخلص فهي فعليا للاسف لا تمنع للاسف يعني. لا تمنع هذا الامر وتبقى الكلمه الطيبه يعني هي الاساس في كل هذه الامور متاكد بالاقناع يعني نعم ان شاء الله اللي بيكون متابعونا نعم يعني يستفيد ان شاء الله ان شاء الله دكتور طيب يعني طيب. بقى, بقي دقيقه فقط نعم يعني وكلمتك الاخيره يعني للناس في هذه في هذه الفتره كيف ممكن يحموا انفسهم ويحموا ابنائهم واحبابهم بكلمة أخيرة يعني أنا تمنياتي للجميع بالشفاء التام نعم وتمنياتي إنه ما حدا من من أحبابنا في المجتمع الأردني إنه يمرض بهذا الأمر لكن الطرق الوقاية اللي إحنا حكينا فيها قد تساعد بشكل بشكل كبير في الابتعاد عن مثل هذه الامور وبعدين بما انه في موجه قادمه يعني هي دعاء ودعوه وكلمه طيبه للمدخنين يعني كون ان الظروف تختلف شوية صغيره انه يعني يتحملوا وتكون بداية لانقطاعهم من التدخين ولانقطاعهم بالتأثير السلبي على أحبابهم المتواجدين معهم في البيت وفي وفي العمل وفي في الحافلات والأمور والمجتمع والسلام للجميع شكرا دكتور شكرا, شكرا لكم جزيلا لك ومشاهدينا نتمنى لكم أيام طيبة وصحبة جميلة مع العائلة في أيام العاصفة الثلجية هدى نراكم على خير في حلقات مقبلة إن شاء الله على خير وطاعة في أمان الله إن شاء الله